الأمر خطير وبشع يا رجل، يدعون والعياذ بالله إلى الزنا صراحة، وزنا المحارم، وخيانة الجار، والزنا بامرأته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يزني الرجل بعشرة أبيات، يعني بعشر نساء، تخيل، أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره. أعوذ بالله. شوف من عظم حق الجار، وهؤلاء يأتون بها بطريقة مضحكة وأنه شيء عادي وطبيعي لأجل توطين الفاحشة في بلاد المسلمين. نسأل الله العافية. يقوم بحركات وكلمات وأعمال غرامية ويعني علاقات جنسية خارج نطاق الزواج، أحيانا في الشارع أمام الناس، ونحن نتفرج كالبلهاء يا أخي. أليس هذا من أكبر الكبائر؟ من الموبقات يا أخي، من الموبقات. ثم نسأل الله العافية، يمر علينا كأنه شيء عادي، ويقول والله هذا مجرد تمثيل، تمثيل يراد به توطين الفاحشة، تهوينها في أعيننا، إشعار الناس خاصة الجهلة والبسطاء ومن أيضا تتحكم بهم الشهوات وتغلب على دينهم وعقولهم، أن هذا شيء طبيعي ومقبول، ولماذا نستنكره؟ وصل الحال كما قيل لي يا أخي، أنه يعني شيء طبيعي أن تحمل من الزنا وتلد ويوضع الطفل اللقيط عند المسجد، شيء طبيعي، لماذا تستنكره؟ الأمر يسير، الأمر يسير، والمجتمعات كلها يحصل فيها مثل هذا. أعوذ بالله يا أخي، يعني دعوة إلى الفاحشة علانية مثل الشمس لا يخافون الله. والمشكلة يقوم بها أناس مسلمون، وأحيانا بعضهم من أبناء هذه البلاد، وفي قنوات أيضا عربية وسعودية بعضها مع الأسف الشديد، أو محكومة محسوبة على السعودية، وإن لم تكن بجهة رسمية، لكن السكوت عنها والله يا أخي إنا نخشى من عواقبها، والله إنا نخشى من عقوبة الله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. الله يغار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس، لا أحد أغير من الله، يا عباد الله، إنه لا أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته من أجل ذلك.